كل هذا يجري في بلادنا وفريق الادعاء يلهينا بملف فارغ في الشكل والمضمون لسنة ونصف السنة ليتحفنا في الجلسة الختامية بضرورة إنزال عقوبة السجن بحقه وأن تدفع 6 ملايين يورو الذي طلبنا بها السيد سكوت للدفاع عن هؤلاء الأطفال 538 طفلا فلسطينيا الذي قتلهم العدو الإسرائيلي وللدفاع عن هؤلاء الجنود اللبنانيين الذين قطعت رؤوسهم إعداماً من أعداء الله.